السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كاره، وكنديروا لها ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب، كنتو واجدو في مدينه مكناس. اي حاجه بغيتوها خلاص كديروا لها سكرين وتواصلوا معنا في الخاص على رقم الهاتف 06 52 15 78 69. ومرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الجو ديال رمضان؟ واش غلبكم ولا غلبتو؟ كي دايرين مع الشقه ديال الكوزينه؟ ايوا الله يعاونكم والله يسهل الامور عليكم، الله يحفظكم. اليوم راه جايبينكم موديلات زوينه، شي حاجه فنه، شي حاجه موديله ديال شي حاجه بلديه صحيحه. المهم علاش ما قلبتي تلقاي عندنا اي حاجه قلبتيها. مرحبا مرحبا الف مرحبا بكم، يلا بارطاجيونا في الجروب اللي عندكم وشكرا للجميع ومرحبا بكم. اليوم خلاص راه كاين الجديد عندنا، عندنا موديلات زوينين، عندنا براسليات فيهم بروموسيون، عندنا خويتمات شي حاجه اللي صحيحه وديال ديما. لاله صبوحه وعليكم السلام ديما الطوب، الله يحفظك لاله، شكرا لك بزاف ومرحبا الف مرحبا بكم كاملين. مرحبا 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 ام سليمان وعليكم السلام، مرحبا بكم كاملين. اليوم كاين الميزات، كاين اللي قلبتو عليها كاينه. يلا مرحبا بكم، المهم نوريكم شنو غيربحوا معانا الناس اللي شي فائز ولا فائزه اللي كيبارطاجي. غنوريكم واحد الموديل فيه خطيتو، عرفت فيه خطيتو، مي كاين واحد الموديل اللي غادي نوريكم، ما عرفتش فين خطيتو، ولكن راه عندنا واحد لمي واحد الربيحه اللي غيربحوا معانا الناس اللي كيبارطاجيو بالحق. باش فين حتى واحد لونسومبل ديال النقرة، يلا غير بارطاجيو لنا في لي جروب. السلام واش يمكن بقيتي داكشي غزال باين، الله يحفظك لاله زايد شكرا لك بزاف. ام سليمان وعليكم السلام لاله نساء، الله يحفظك على المثنى ديالك لاله، كلشي طوب الله يحفظك لاله خديجه وعليكم السلام مرحبا بك. يلا كونوا في بارطاجيو الله تربحوا معنا نتوما ان شاء الله شي حاجه، نوريكم شنو تربحوا ان شاء الله. ها نتوما اللي بارطاجا بزاف غادي نعطيو هذه، المهم انا ما كنتش غنديرها ولكن انا نديرها لكم هذه المره، واللي عنده شي زهر ان شاء الله غيربح. هنايا هادشي كنديروه لكم وصافي، بارطاجي تواسيم ايوا، نتمنوا تربحوا معنا ان شاء الله. المهم انا نوريكم شنو تربحوا، غتربحوا معنا هاد لونسومبل ها هو ديال النقرة، ها هو كيفاش كيبان لكم. هذا غتربحوا معنا الى بارطاجيتو بزاف، ولكن داكشي كيبقى زهر، اللي عنده الزر راه غيديه. المهم انا وريتو لكم ها لونسومبل اللي غتربحوا معنا ان شاء الله من تبارطاجيو بزاف. مهم لي بارطاجا بزاف غيربح معنا ان شاء الله هاد لونسومبل هذا ديال النقرة 925، شي حاجة غزالة واعرة. هاهي كيفاش كتبان ليكم، خطيرة كتجي، هانتوما كيفاش كتشوفو. هادي لي مهم لي غيبارطاج بزاف هو لي غيربحها معنا ان شاء الله، ونتمنى يكون الحظ ديال شي واحد. مهم لي عندو شي زهر راه غادي يربح ان شاء الله معانا، ماشي بحال المرة الأولانية قلتو علينا لا ماشي هكا ماشي هكا. الله يربي الحبيب، المهم هذا راه فيه الوان، اللي بغى اللون هذا ديك الساعه نعطيوه له، انا بغيت ديال الذهب. ام سليمان دابا نديروه ان شاء الله، ما تربحوش ديال الذهب، تربحوا ديال الذهب. هذا راه تقريبا عاوتاني في الاستطاعه ديالنا حنايا عاوتاني وصافي. المهم اللي هذا اللي بارطاج بزاف راه غيربح معانا هذا لونسومبل اللي شفتو هذا.
يلا بارطاجيو باش تربحوا معنا، بارطاجيو ما كنربح. اوكي ممكن مرحبا سي رشيد الله يحفظك، مرحبا بيك، بارطاجي شحال من جروب يلا على مولانا. المهم هادو غادي نعلنوا عليهم السيمانه الجايه شكون اللي كيبارطاجي بزاف راه غيربح معنا ان شاء الله هاد لونسومبل هذا ديال النقره. المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا بكم. بارطاجي بارطاجي اليوم راه الميزات وشي حاجه طوب اللي عندنا. يلا اللي بغى شي حاجه مرحبا به. بالنسبه للناس اللي باغيين مارياجات شي حاجه زوينه وبروموسيون راه كاينه عندنا اليوم ان شاء الله. عندنا البروموسيون كيف دائما كنوعدوكم بالجديد ديالنا. يلا طاقيو صحابكم وقولوا لهم راه كاينه الربحه. المهم بارطاجيو لنا كاين هذا الموديل هذا ديال المارياج، انتم كيفاش كتشوفوه هذا بروموسيون، الثمن ديالو اللي هو 1700 درهم ليا 34000 ريال. راني زوبك حلا لا ام سليم ما تقوليش هكا علاش لا ما تعرفش الزهر فين كاين. 1700 درهم هذا الموديل هذا اللي هو 34000 ريال 170 اورو. يلا بارطاجيو باش تربحوا معنا 1700 درهم ليا 34000 ريال 170 اورو. اللي عجبات الفيديو ديال غير سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا. هذا الثمن ديالو اللي هو 1700 درهم 34000 ريال هو خاتم ديال المارياج. اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا بيه، ديرلو كابتشور ديك خو يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا. عندنا خويت ما بحال هكا شي حاجه صغيره كتجي غزاله، هادي كيفاش كتبان ليكم هاد الخاتم ديال المارياج. هذا خاتم ديال المارياج داير 1500 درهم، انا درت اكثر من 100 بارطاجي لا بارطاجيو ونطلبوا الله تربحوا معنا كاملين. هذا الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم هي 30000 ريال. هادو بروموسيون خلاص كيفاش كنوريو لكم، هذا 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا بكم. هذا 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو. اللي عجبات شي حاجه يدير لها غير كابتشور ديكون يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هذا 1500 درهم اللي عجباتو يدير السكرين ومرحبا. لالا شيماء مرحبا بك، يلا غير بارطاجيو وما يكون غير الخير ان شاء الله. وكاين هذا الموديل هذا اللي داير 1400 درهم، انا ملي كنكون جالس ما كنكونش خدام على خاطري نوض نوقف شويه. يلا بارطاجيو لنا بارطاجيو هانتوما انتبهوا لي. المهم غادي ندير لكم دابا هكا. المهم اللي بارطاجا خلاص ها الربحه ديالو، تسمحوا لي باش نريكل هادشي مزيان. يلا بارطاجيو لنا الناس اللي كيبارطاجيو ان شاء الله غتربحوا معنا. يلا غير بارطاجيو ما غيكون غير الخير ان شاء الله. اتمنى خلاص في متناول الجميع، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. هانتوما هادو مارياجات اللي داير فيهم بروموسيون، اتمنى خلاص راه مغريه. هانتوما كيفاش كتشوفوا كاين هاد الموديل هذا اللي كيبان لكم 1400 درهم 28000 ريال. الله يبارك ما شاء الله سي رشيد الله يحفظك اخويا. هذا 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو. واللي بغاهم يدير لهم كابتشور ديك خويا يتواصل معنا على رقم الهاتف هو ان امبانغ اللي غيطلع لكم هنايا. راه رقم الهاتف اللي هو 06 عينو سمحوا لي 06 52 15 78 69 وغيطلع لكم على رقم في الشاشة. حنا لالا في مدينة مكناس في برج مولاي عمر وكنديرو لا ليفغيزون لأي مدينة كنتي في المغرب، يعني كنرسلو لأي مدينة كنتي ومرحبا بك. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1400 درهم هي 28000 ريال. اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا. وعندنا هاد الموديل اللي غزال كيجي على هاد الشكل هكا، هذا داير 36000 ريال اللي هي 1800 درهم. هذا 36000 ريال هذا الموديل هذا اللي هي هانتوما باش يبان لكم مزيان. هذا 1600 درهم هذا الموديل 1800 درهم سمحوا لي. البغاصليات راه فيهم بروموسيون لالا، هادو خلاص ديال المغياجات الناس راه مقبلين على الزواج كنعاونوهم لانهم شي تسهل عليهم الاموريه، مابقاش يقولك لا هو الخاتم غالي. ها هو الثمن ديال هذا 1400 درهم 128000 ريال. لالا فاطمه الله يحفظك شكرا لك بزاف امين يا رب العالمين. كاين هذا داير ب 2000 درهم اللي هو 40000 ريال 200 اورو. وكاين هذا ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. وكاين هذا خلاص داير 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو. هانتوما عقلوا على الاثمنه هادو راه بروموسيون دايرين فيهم. اللي عجبات شي حاجه يدير لها غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا.
وخلاص ويلي طاح النار خاسم. خلاص عندنا هذا الموديل هذا. عندنا موديلات بزاف يعني الأزمنة راه جات مناسبة ومتناول الجميع. أي حاجة تبغيوها على الراس والعين. سمحوا لي كاين هذا الموديل هذا اللي داير 1500 درهم. كاينين موديلات بزاف عندنا اللي أثمنة جد مناسبة وفي متناولكم كاملين يعني أي واحد ممكن يشري خاتمة المارياج. هاهما كيفاش كتشوفو درت بارطاج بزاف ديال لي جروب. الله يكمل بالخير الله يحفظك. أنا نور الساخيس أنا خويا عافاك شحال الجرام تاع الدم. لا الأغلبية كيتباع الموديل مي في السبيكة داير تقريبا 305 درهم الجرام. هادو أثمنة ديال البروموسيون خلاص اللي بغاهم. انا عايشه في فرنسا كيف نجي للخدمه ممكنات حتى فرنسا. لا 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 بنا خاصه لي فريزون غير داخل المغرب يعني الا كان شي حد من العائله راه ممكن هو اللي يصيفط لك وصافي. كاين هاد الموديلات هادو اللي كتشوفوهم هادو الاثمنه ديالهم هذا 1400 درهم. هاد الاولاني هذا بروموسيون فيهم هذا 1400 درهم 28000 ريال. وكاين هذا الثمن ديالو حتى هو 1400 درهم 28000 ريال. وكاين هذا الثمن ديالو اللي هو 1600 درهم 32000 ريال. كاين هذا داير 2000 درهم هي 2000 درهم 200 اورو. وكاين هذا الموديل هذا اللي الثمن ديالو 1600 درهم 32000 ريال. وكاين هذا ب 1800 درهم هي 36000 ريال. وهذا الموديل هذا اللي الثمن ديالو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو هذا كيبان لكم. وهذا الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم هي 30000 ريال. هانتوما ديروا لهم كابتور ديكرون وبقاو عندنا في اللايف راه غنزيدو نوريكم الموديلات الكبارين. اللي بغى شي حاجه يدير لهم سكرين. مرحبا خويا محمد الله يحفظك شكرا لك بزاف. هذا الثمن ديالو اللي هو كان 3500 درهم دابا غنديروا له الثمن ديال البرومو اللي داير دابا. هذا الثمن ديالو اللي هو 2700 ريال. هذا 2700 درهم. بونجور بو جو بو اشوتي اي تي لو كارتي اي مي لو فوالي كون جو سيغي ا كازا. لالا موري مرحبا راه كنصيفطو لاي مدينه كنتي في المغرب. هذا الثمن ديالو اللي هو 2700 درهم 54000 ريال. كانت 3500 دابا هي 2700 درهم. هذا الموديل هذا ب 2700 درهم اللي هي 54000 ريال. بحالو بحال هذا نفس الثمن ديالهم اللي هما 2700 درهم. هادو 54000 ريال. هما كيفاش كيبانو لكم رائعين كيجيو. يلا بارطاجي باش تربحو معنا ان شاء الله. 2700 درهم ليا 54000 ريال. اللي عجباتو يدير لها غير سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69. ومرحبا بكم. 2700 درهم. اللي عجباتو شي حاجه يدير لها غير كابتور ديكرون يتواصل معنا في الخاص. 2700 درهم. خلاص راه معكم وسيم من مجوهرات السلام. اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارا وكان ليفريو لاي مدينه كنتو في المغرب. هذا 2700 درهم ليا 54000 ريال. اللي عجبو يدير له غير كابتور ديكرون مرحبا به. كاين عندنا هذا اصح ما يكون اللي الثمن ديالو حتى هو نفس الثمن كان 3000 درهم دابا غير 2700 درهم. لاله سميه الله يبارك فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي. هذا 2700 درهم ليا 54000 ريال. مهم كومونديهم قبل العيد حقاش غير يتسالى هاد البرومو يعني غيتسالى هاد الكميه اللي عندنا ما غيبقاش برومو فيهم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 2700 درهم ليا 54000 ريال. هو كيفاش كيجي هذا 2700 درهم ليا 54000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. وكاين عندنا هذا الشكل اللي مربع عاوتاني الثمن ديالو اللي هو 50000 ريال. ها هو كيفاش كيبان لكم. هذا 50000 ريال. خميسه التعليقات كاينين لاله واش ممكن نشوفوا لي باغور ديال الحضور. عندنا لاله كاينين غندوزهم لك شي حاجه غزاله. هذا الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم. اللي عجبات شي حاجه يدير لها غير كابتور ديكرون مرحبا به. رائع كيجي في اللبسه. ها هو هانتوما غنوريكم شي حاجه اللي كبيره دابا يعني هادو راه كبارين شي حاجه اللي عاطيه للعين وكتلبسيهم وانتي معنيه بهم. ها هما كيفاش كيبانوا لكم. اللي عجبات شي حاجه يدير لها غير سكرين ومرحبا. هادو اثمنه ديال حاجه كبيره هانتوما نتمنى انا نقول لكم الاثمنه ديالهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 42000 ريال اللي هي 2100 درهم. هذا الموديل هذا ب 2100 درهم 42000 ريال. نتمنى يكون واضح الفلو واقيلا كيبان ياك اول مره ندخل عندكم. لاله النسرين مرحبا الف مرحبا بك. هذا 2100 درهم هي 42000 ريال. وكاين هذا الموديل هذا ل 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال. ها هو هذا 50000 ريال اللي هي 2500 درهم. السعه ديال هذا راه ذهب 18 كار. وهذا الموديل هذا ب 2700 درهم.
انا بغيت هذا اللي 54000 خلي واحد ان شاء الله غادي نجي له 24. انت شوفي لا لا منيه خلاص انت راك كليان ديالنا وهذا شوفي اللي بغيتي هنا ونخليوه لك ما كاين حتى مشكل تواصلي معنا في الخاص. وكاين هذا الموديل هذا اللي داير 2500 درهم وهذا بالثمن ديالو اللي هو 2700 درهم 54000 ريال 270 اورو. وكاين هذا الموديل هذا اللي 3000 درهم 3000 درهم. وكاين هذا الموديل هذا اللي داير 2500 درهم 250 اورو. اللي عجبات شي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف 0652151769 ومرحبا بكم كاملين. هادو اثمنه جد مناسبه فيهم اللي بغاهم مرحبا بهم. كيفاش كيبانوا لكم على هذا الشكل هكا رائعين كيجيو في اللبسه. اللي بغاهم يتواصل معايا على رقم الهاتف 0652151769 ومرحبا بكم. ها هما لا ايمان راه كندوزوهم دابا ارتون شين واخا غندوزوهم مرحبا. المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الخاص ومرحبا به. اثمنه مناسبه في متناول الجميع يعني هادو بروموسيون دايرين في المغياج. اللي بغى شي حاجه خلاص يدخل عندنا للخاص ومرحبا به. عندنا خويتما ديال المارياج عندنا خواتم ديال اللباس اللي بغيتيه كاين عندنا متوفر. بغيت راتكو شحال الغرام 340 350 لا ليك واحد الخاتم باش غنجبدو كون طاح لي فواحد الجهه واحد الخاتم واعر بغيت نجبدو ساعه ما كتبش. ها نتوما اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الخاص ومرحبا به. هادو اثمنه جد مناسبه خلاص اللي بغاهم مرحبا. عندنا موديلات بحال هكا ها نتوما كيفاش كيبانوا لكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم دابا هذا بروموسيون كان بواحد الثمن دابا غير 1400 درهم نحاول نحطو هكا بشي. هذا 1400 درهم 128000 ريال 140 اورو. اللي عجبو يدير لو غي كابتور دي كرون يتواصل معنا في الخاص. خلاص هادو راه بروموسيون اللي كندوزو دابا 1400 درهم 128000 ريال هادو ب 28000 ناس. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الخاص. كاين هذا البنان انا عاوتاني نشوف شحال داير حتى هو 28000 ريال. المهم هادو كاملين اثمنه ديال البرومو. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. هادو كاملين ب 28000 ريال اللي هي 1400 درهم غير اللي ما بغاش يبرع راسو يبرع الوالده ديالو. ها نتوما هادو ب 28000 ريال هما كيفاش كيبانوا لكم. هذا خلاص فيه الموف من هنايا بهذا الشكل هكا. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 140 اورو. كاين هذا اللي فيه الخضر عاوتاني الثمن ديالو 1400 درهم. خلاص ها اليونس ديالهم كيفاش دايرين صحاحين. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 28000 ريال. وكاين هذا الموديل هذا اللي مسيرتي بالحجر من القدام هو 1400 درهم 28000 ريال. الدبل بيض لا لا اميمة لا ما عنديش ولكن الا بغيتي شي حاجه في هذا الدبل بيض نصاوبها لك. وهذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 28000 ريال. وكاين هذا اللي الشكل ديالو بحال البنانه حتى هو 1400 درهم هي 28000 ريال. اي حاجه عجبتكم كديروا لا كابتور دي كرون تواصلوا معنا على رقم الهاتف 0652 1578 69 ومرحبا بكم. هادو 1400 درهم كاملين يعني هذا الموديل ب 1400 درهم هذا 1400 درهم هذا 1400 درهم هذا 1400 درهم. خويتما هاد المارياج اللي دايرين فيهم بروموسيون ها هما الثمن ديالهم اللي هو 2100 درهم 2500 درهم 2700 درهم 2500 درهم. هذا الموديل ها هو وكاين هذا الموديل 2700 درهم وكاين هذا الموديل 3000 درهم وهذا الموديل هذا 2500 درهم. هادو بروموسيون دابا ديال هاد السيمانه ان شاء الله السيمانه ديال العيد. ها نتوما اللي بغاهم يدير لهم سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 0652151769 ومرحبا بكم. هادو خوي تماس شي حاجه انيقه وفنه يعني خوي تماس عندنا عاوتاني شي حاجه اللي فيها الحجيرات بحال هكا. هادو الثمن ديالهم اللي هي 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو لمن هي هذيك السي محمد ظاهره لا 100 وعليكم السلام مرحبا. هادو الثمن ديالو 2000 درهم اللي هو 40000 ريال 200 اورو. هذا 40000 ريال هذا الخاتم هذا اللي هو 200 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. يلا بارطاجيو باش تربحوا معنا في 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 هذا اللايف هذا ان شاء الله. بارطاجيو في لي مير ديالكم ومرحبا. كاين هذا 3300 درهم هذا اللي فيه الموف دخلي عندي اختي لا 100 دابا البريفي باش يبقى ديالك. هذا 3300 درهم هي 3300 درهم. هي 66000 ريال هذا 66000 ريال هذا الموديل هذا 3300 درهم. اللي عجبو يتواصل معنا في الخاص ومرحبا به. ها هو رائع كيجي في اللبسه خطير اللي بغى يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هانتوما اثمنه خلاص راه في متناول الجميع. هادو اثمنه ديال البروموسيون غيتسالاو هاد الكميه يعني موراها غيتزادوا في الثمن ديالهم. هذا الثمن ديالو اللي هو 1700 درهم كاين هذا اللي فيه الحجر وكاين اللي ما فيهش الحجر. هذا خلاص هو انتما كتشوفوا اللي دوزناهم اللي كيتكوموندا راه كيدخل عندنا لا غير تخلي اختي لا 100 دابا باش يبقى عاوتاني ديالك باش ماشي يدخل شي واحد يقول لي راه قلت لك ولا هذا.
السلام شي براسلي ما يكونش فيه الحجر واخا موجودين. المهم هادو اثمنه ديال البروموسيون اللي بغاهم يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 1700 درهم اللي بغى اي حاجه يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هادو ديال 1400 درهم سمحوا لي. هادو اثمنه ديال 1400 غنعاودوهم لكم ماشي مره ماشي جوج غير بارطاجيو لنا في الجروب اللي عندكم. وشكرا للجميع شكرا لكم كاملين يلا غير بارطاجيو. كاين عندنا هذا ديال السبع ديال الجاكوار داير الثمن ديالو ها هو 46000 ريال هذا الموديل هذا اللي هي 2300 درهم 2300 درهم هي 230 اورو 46000 ريال كيجي على هذا الشكل هكا في عوينات خضر يعني من لهنا راه ما مكملش يعني بحال قلت مقسوم ولكن الخدمه ديالو يعني اي قياس راه كيجي هذا صحيح من ناحيه الصح. هذا الثمن ديالو 2300 درهم هي 46000 ريال. اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 178 69 ومرحبا بكم. هادو 2300 درهم هي 46000 ريال اللي بغاهم مرحبا و الف مرحبا به. اثمنة متناول الجميع اللي بغى شي حاجه مرحبا به و الف مرحبا اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين عندنا هذا الموديل هذا اللي كيبان لكم ديال 3 دي داير 5500 درهم سمحوا لي. هذا بغاصلي ما فيه لا حجر لا والو. هذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم هي 550 اورو واسي مازال ما جبتيش السرت لا ديال السبعه مازال اختي ما جبناهمش. هذا 5500 درهم هي 550 اورو اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هذا بغاصلي بلدي شي حاجه انيقه وغزاله 5500 درهم هي 550 اورو اللي عجبو خلاص كيدير له كابتور ديكرون يتواصل معايا في الخاص. انا ندير لكم واحد اللعيبه باش يبان لكم صافي اختي لامي هذاك ديالك كوني هاني. هذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم هذا 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. ها موديل زوين فينيسيون غزاله اللي بغى يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. عندنا هذا داير الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم هذا بغاصلي داير 3000 درهم ما فيه لا حجر لا والو 300 اورو 60000 ريال. اخ اختي احلام 3000 درهم هادو اللي هي 300 اورو 60000 ريال اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم القياس ديالو خلاص هذا ها هو هذا القياس ديالو الخوت شوفوا كيفاش 5.7 تقريبا القياس ديالو 5.7 اللي بغى يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. ها هو 5.7 تقريبا هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 300 اورو اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا به. خلاص عندنا هذا الموديل هذا اللي الثمن ديالو دابا داير 3000 درهم ها هو 3000 درهم هذا القياس باقي لنا واحد في هذه الخدمه زوينه الا بغيتو ثلاثه ديالو راه ممكن نصابوه لكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال مضوبل من الداخل شي حاجه اللي صحيحه هانتوما. هذا 3000 درهم شي حاجه اللي صحيحه 300 اورو اللي عجب هادو استغلوا هذه الفرصه هذه راه ميزه هادو ديال اليوم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم اللي هي 60000 ريال ها القياس ديالهم كيفاش كيبانوا لكم. اختي اميمه واخا عافاك وريني الصوره باش نسكرينيه صافي اختي لمي ها هو يعني ها هو كيفاش كيبان لك ها هو من الداخل ديالو كيفاش داير هانتوما ها هو من الجناب ديالو كيفاش داير. المهم هذا راك الكوموندي هذا 3000 درهم اللي هي 60000 ريال اللي عجبو يدير له غير كابتور ديكرون ومرحبا به. حنا كنتواجدو في مدينه مكناس برج مولاي عمر كديروا لا ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب حتى كتوصلك الكوموند عاد كتخلصها. هذا الثمن ديالو اللي هو 3900 درهم واخا اختي احلام غندوزو لك كارتي 3900 درهم هذا الموديل هذا اللي هو 78000 ريال هو كيفاش كيبان لكم 3900 درهم اللي هي 390 اورو اللي عجبو يدير له غير السكرين ويتواصل معايا في الخاص ومرحبا. 3900 درهم اللي هي 390 اورو هانتوما كيفاش كيبان لكم ديال 3 دي هذا اللي بغاه. عندنا عاوتاني المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به. عندنا جوج بغاصليات على هذا الشكل هكا اللي الثمن ديالهم 4000 درهم بجوج هما روميين 4000 درهم هادو راه بروموسيون مدوز لكم دابا. هادو 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو هانتوما كيف كيبانوا لكم راه روميين هاد الموديلات هادو بشحال الخواتم. هادو اختي اللي كيبانوا لك هنا قدامك هادو بعدا راه دايرين الثمن ديالهم اللي هو 1400 درهم هاد الموديلات اللي قدامك انا نعاودهم. هادو الثمن ديالهم بجوج دايرين 4000 درهم هادو دايرين 4000 درهم اللي هي 80000 ريال موديل زوين ومهم فيه ميزه حتى هو ديال الحضور واخا اختي نسرينا واخا مرحبا بك. هادو الثمن ديالهم اللي هو 4000 درهم اللي هي 80000 ريال هادو 80000 ريال البنات اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69 ومرحبا بكم. بارطاجيو باش تربحوا معنا في لي لايف اللي غات بارطاجيو. هادو الثمن ديالهم اللي هو 2100 درهم 2500 درهم هذا 2500 درهم كيبان لكم 250 اورو
كاين هذا الموديل هذا اللي هو 2700 درهم 270 اورو، كاين هذا الموديل هذا اللي هو 2500 درهم 250 اورو، وهذا الثمن ديالو اللي هو 74000 54000 ريال، ياك 2700 درهم 54000 ريال، وهذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 300 اورو، وهذا الثمن ديالهم 2500 درهم. هذا يلا بارطاجيو في لي جروب اللي عندكم باش هكذا تربحوا معنا ان شاء الله في لي لايف ديالكم. عندنا هذا الموديل هذا البغاصلي هذا رائع، كيجي في اللبسه ديالو كيجي زوين ومتين وصحيح، الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم 250 اورو. ها هو كيفاش كيبان لكم، هذا 2500 درهم اللي هو 250 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. هادشي اللي كندوز دابا راه بروموسيون داير فيه، يعني استغلوا الفرصه. هادو بالنسبه للوالده ديالكم ولا هذا ليكم حتى نتومايا راه زوين. هذا الثمن ديالو اللي هو 250 اورو، اللي هي 2500 درهم 50000 ريال، اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69. ومرحبا لالا نسرين، شكرا لك بزاف اللي تجب عليكم السلام. وسيم واحد النباله دوزتيها ب 5500 فيها الحجر احمر، واش فيها شي برومو؟ هذيك ما بقاتش، كانت تباعات ب 5250 درهم، ما بقاتش، كانت فين هي؟ يعني شوف لو عندي وحده، الا كانت هذه راه ندير فيها برومو. عيني سمحوا لي، المهم انا غندوز لكم النبالات وداك الساعه تختاروا اللي بغيتوا. هادو 2500 درهم هي 250 اورو، اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. ها هي كيفاش كتبان لكم، ديروا السكرين ديالها كابتور ديكرون، مرحبا بكم. هذا 2500 درهم. وعندنا هذا الموديل هذا حتى هو الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم، هذه 2500 درهم. اختي حنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر، كندير لها ليفريزون لاي مدينه كنتي في المغرب. رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 69. ومرحبا بكم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 2500 درهم 250 اورو، كيجي رومي وبلدي في نفس الوقت. 2500 درهم هي 250 اورو. لي مغياج راه عندنا من 1400 درهم وانت طالعه، غادي نعاود لكم لي مغياج. هادو اللي قدامكم راه دايرين 1400 درهم، غادي نوريكم على الخاوله اللي بغيتو. هادو الاثمنه ديالهم اللي هو 1400 درهم هي 28000 ريال، ها هما هادو ميزه عندنا اليوم 28000 ريال. لالا عليا شكرا لك بزاف، الله يبارك فيك يا ربي امين. هذا الثمن ديالهم اللي هو 1400 درهم، موديلات غزاله اللي هي بروموسيون فيهم، واخا ديهم بربعه ما تندمش عليهم، هادو غير بروموسيون دايرين فيهم، يعني غيتسالاو ما غيبقى لا بروموسيون لا والو. ديال الويد ما عرفتش كي داير اختي، ها نتوما عاوتاني عندنا خويا تمات لي بروموسيون ديال المغياج، شي حاجه لي صغيره وخفيفه ها هي غندوزوها لكم حتى هي. المهم اللي قلبتوا عليها راه عندنا عند مجوهرات السلام، كاين هاد الموديلات هادو اللي فيهم هذا 1400 درهم 28000 ريال، هذا 28000 ريال، وهذا 1500 درهم 30000 ريال، 1500 درهم 30000 ريال اللي هي 150 اورو، 1600 درهم هذا الموديل هذا اللي هي 32000 ريال 160 اورو. لالا مالك ما شفت الميساج ديالك، هذا 1600 درهم ها نتوما 1600 درهم، كاين هذا الموديل هذا ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، هو كيفاش كيبان 30000 ريال 1500 درهم. وكاين هذا الموديل هذا اللي ب 1700 درهم 170 اورو، 1700 درهم 34000 ريال. وكاين عندنا هذا الموديل هذا اللي ب 1600 درهم 32000 ريال. ديروا بارطاج باش تربحوا معنا خلاص لونسومبل اللي وريتكم قبيلات. هذا الثمن ديالهم كيبداو من 1400 درهم، ديروا سكرين باش يبقاو عندكم، ديروا سكرين ليهم كابتور دي كون صوروهم، حتى اللي بغى يتزوج وريهم لخويا تمات خاتم ديال النص واش كاين عندك. لا سلمى لا ما عنديش متوفر. يلا اللي بغى شي حاجه يبارطاجي معاكم في لي جروب اللي عندكم. خلاص ها نتوما لي مغياج الكبارين هما هادو اللي دوزنا لكم قبيلات، هذا عندنا اثمنه فيهم جد مناسبه. خلاص اللي بغى شي حاجه مضخمه راه هي هذه، اثمنه في متناول الجميع، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. حنا لالا جهه في مدينه مكناس برج مولاي عمر، كندير لها ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب، حتى كتوصلك الكوموند ديالك عاد كتخلصيها. ها نتوما خوتي اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا به. بالنسبه للي باغيين شي حاجه موديل، كاين هذا الموديل هذا ب 2500 درهم، هذا 2500 درهم 250 اورو، اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. بغيت خاتم ماريج فيه ثلاثه واش كاين؟ لا اندي لا ما عنديش دابا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 2500 درهم 250 اورو، اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا والف مرحبا بكم كاملين. اي حاجه تحتاجوها على الرسول عين، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. اللي بغى لي زونسومبل عندي شي حاجه غزاله، ها هو الثمن ديال هذا لي بروموسيون دابا 3500 درهم. هذا الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم، فيه هاد لاشين وبوندونتي في الحويلقات
والخاتم اللي بغيتيه راه كاين 3500 درهم هذا الموديل، هذا هي 350 اورو اللي عجباتو اغلى واحد بشحال داير 2700 درهم الكبير كاع فيهم. هادو الثمن ديالو اغلى واحد هو 3000 درهم، يا ربي سمحوا لي، هذا الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم 350 اورو اللي هي 70000 ريال في الحويلقات على هذا الشكل، فيه الخاتم على هذا الشكل بوندونتي في السلسله غورميت اصح ما يكون. هادي 3500 درهم اللي هي 350 اورو اللي عجباتو ديال السكرين ومرحبا. كاين عندنا هذا الموديل، هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم 80000 ريال، هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم 80000 ريال. ها هو كيفاش كيبان لكم الموديل ديال الحنش، هذا الموديل ديال الحنش اللي بغاه 4000 درهم. هادو سمحوا لي لاله إيه مصطفى غير داخل المغرب اسيدي، مرحبا بك، السلام عليكم، حلقه بلا حجر، واخا اختي. هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم 80000 ريال 400 اورو، هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال. اللي عجبو يدير له كابتور ديكرون يتواصل معنا في الخاص، زوين فيه الخاتم صحيح على هذا الشكل هكا شي حاجه اصح ما يكون، الحويلقات على هذا الشكل في سلسله غزاله. يتسال البرومو، مي كيتسال البرومو مي عندنا حنايا مطلوق، ولكن غير كيتسال هذا العرض هذا، يعني كيتسال هذا الارتيكل هذا ما كيبقاش عندي كيتباع، صافي كيتسال البرومو. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 4000 درهم اللي هي 80000 ريال، 80000 ريال هذا الموديل، هذا 80000 ريال. اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معايا في الخاص ومرحبا، اي حاجه احتاجيتوها مرحبا بكم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 80000 ريال هذا الموديل. وعندنا هذا داير الثمن ديالو اللي هي 6500 درهم، ما كاينش معاهم غورميت، الا بغيتي الغورميت نجيبها لك ديك الساعات. هذا الثمن ديالهم اللي 6500 درهم. لا لا خلفي سعاد ممكن صوبك سيغ كوموند افيكون غورميت سلسله طوينغا تكون سلسله غليظه. لا لا خاوله عندنا بالبغاصلي السي نور الدين السي الفاهم، هذاك 400 اورو راه كنقولوا لها تقريبا، ما كنقولوش 400 اورو بالضبط، انا اجي خلصني بالدرهم. هذا الثمن ديالو اللي هو 6500 درهم، مرحبا بكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 6500 درهم اللي هي 650 اورو اللي عجبو راه بالبغاصلي ديالو. هذا الثمن ديالهم اللي هو 6500 درهم، هذا 6500 درهم اللي هي 650 اورو. او ما كيفاش كيبان لكم بالبغاصلي ديالهم بالحويلقات بالخاتم بالبوندونتيف كلشي اللي بغيتوها، مرحبا والف مرحبا بكم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 6500 درهم. لاله سعاد تواصلي مع باش نشوف شنو السلسله اللي غديري ونشوف السميه كي. هادو الثمن ديالهم البنات، او ما كيفاش كيبان لكم هاد لونسومبل هذا كامل، الثمن ديالو اللي هو 7500 درهم بالبغاصلي ديالو، هادشي كيتعلق بوحدو. الله يعاونك مع السلامه الملك، مرحبا والف مرحبا بك. هذا الثمن ديالهم اللي هو 7500 درهم، شي برومو سلسله العنق، واخا اختي واش ذهب ديال المغرب ولا تركيا، لا الانتصار هذا ديال المغرب 18 كارا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 7500 درهم اللي هي 750 اورو بالبغاصلي ديالو. هو البغاصلي كيفاش كيبان، هو البغاصلي كيفاش كيبان. هذا داير الثمن ديالو اللي هو 7500 درهم اللي هي 750 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69. ومرحبا، بغينا فحال هاد لو سي سون باك او تكون سنت الغلا. لا لا خاولة شوفي الحاجة اللي بغيتي ومرحبا بك. واش تبارك الله عليكم غزال هادشي. لا لا خديجة الله يحفظك الله يبارك فيك، بغاصلي دوتيك عندي واحد واقيلا كاين. المهم اللي بغا شي حاجة يتواصل معنا على في البريفي ومرحبا الف مرحبا بكم. اسمينا جد مشجعة، هذا عندنا بغاصلي في هذا الشكل هذا. لالا صباح ما شفت الميساج ديالك. هذا البغاصلي هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال، هذا 40000 ريال اللي هي 2000 درهم 200 اورو هذا الموديل. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معايا في الخاص ومرحبا، 2000 درهم اللي بغاه مرحبا به. خلاص عندنا واحد الخوي تما غزال اللي بغاه، الناس اللي عزز عليهم البلدي شي حاجه، ها هو هذا الخاتم هذا كيف كيبان لكم شي حاجه اللي صحيحه اليونس صحيح فيه. هذا الثمن ديالو اللي هو 44000 ريال 2200 درهم، ولكن شي حاجه اللي صحيحه 2200 درهم اللي هي 44000 ريال 220 اورو، داك الدق القديم شحال هادي 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. اللي عجبو يدير له غير سكرين يتواصل معايا في الخاص ومرحبا، هذا 44000 ريال. هانتوما اللي بغى شي حاجه الخوي مات شي حاجه غزاله يعطيها للوالده ديالو راه بصحتكم وراحتكم. هادو أثمنة جد مناسبة في متناول الجميع، حتى نزل في الصيف ونجي ناخد إن شاء الله لزايد، مرحبا ألف مرحبا بك. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم، هذا 1400 درهم 28000 ريال، وكاين هذا الموديل هذا ب 2200 درهم 44000 ريال، وكاين هذا الموديل هذا ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال،
كاين هذا الموديل هذا اللي يربي هذا 1400 درهم 28000 ريال وهذا ب 28000 ريال. اللي عجبته اي حاجه يتواصل معايا في الخاص ومرحبا و1000 مرحبا بكم. هادو دي موديل اللي فيهم اللي بغا بحال هاد البغاسلي والخواتم بلا اونصومبل كامل شحال. لا لا امين ما كاين حتى مشكل. الحاجه اللي بغيتي في الاونصومبل بغيتي الحلقات ما كاين حتى مشكل. تخلي عندي الخاص ونشوف شنو بغيتي داك الساعات ومرحبا بك. هانتوما عندنا عاوتاني سنيسات بالبوندونتي في شي حاجه زوينه ولكن ثقيله. ها هما سنيسلاس بالبوندونتيف. ها هما هادو الثمن ديالهم اللي هو 2400 درهم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 2400 درهم 48000 ريال. هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيبان. هذا الثمن ديالو اللي هو 2400 درهم. حنا لالا في مدينه مكناس برج مولاي عمر وكنديروا لها ليفريزون اي مدينه كنتي في المغرب. هذه الثمن ديالها اللي هي 2400 درهم 48000 ريال. 48000 ريال هذا الموديل. اللي بغاه يدير له كابتور ديكرون يتواصل معايا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69 ومرحبا بالجميع. 2400 درهم هي 48000 ريال في هذا بحال طروات ديال الاكس اللي بغاها مرحبا به. هانتوما 2400 درهم هي 240 اورو اللي بغاها مرحبا به و1000 مرحبا. كاين هذا الموديل ديال الطروات دي ها هو كيفاش كيبان لكم. الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 48000 ريال. ها السلسله كيفاش كتبان. السلام خويا واسم وقيله جات معطله شي شويه. لا لا ليلى يلاه بدينا كبيره شي شويه. وكيفاش بغيتي لالا بوصره الذهب يكون بغيتي يكون الذهب كحل الذهب راه صفر داير. 2400 درهم هي 48000 ريال. هي 1400 درهم اللي عجبته يدير لها سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هذه 1400 درهم هي 140 اورو. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به. انا كدوز لكم السنيسلات اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكاين عندنا موديل واحد اخر فيه سلسله كبيره على هذه اللي دوزت دابا فيه ديال 3 دو 3 دي داير الثمن ديالها اللي هي 2000 درهم. هذه 2000 درهم فيها هذه السلسله كيفاش كتبان لكم كبيره وغليظه. هذه الثمن ديالها اللي هي 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو. اللي عجبته يدير لها غير سكرين يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. هذا 40000 ريال اللي هي 2000 درهم 200 اورو 200 اورو 2000 درهم 2000 درهم. ها هي ديروا لها سكرين يلا بارطاجيو باش تربحوا معنا ان شاء الله. النرجس راني قلت الاولى اللي فيها ديال الاكس دايره ب 48 والثانيه ديال 3 دي قلناها دايره ب 28 وهذه قلنا دايره 40000 ريال هي 2000 درهم. واخا اختي سكينه الخاتم اللي حدا يديك واخا اختي غندوزهم لك انا نعاودهم لك ما كاين حتى مشكل. وكاين عندنا هذا الموديل هذا ها نتوما كيفاش كيبان لكم هذا الموديل هذا اللي داير الثمن ديالو 2400 درهم. هذا 48000 ريال 2400 درهم رائعه. هذه 48000 ريال هي 2400 درهم. والله الا دوخني الصيام ايوا راك عارفه راه حنا صايمين وكان كنهضروا بزاف وهذا راك بالسيف ما غاتش ندوخ. هذا الثمن ديالو هي 2400 درهم 48000 ريال 240 اورو. اللي عجبو يدير لهم سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا به. 2400 درهم هذا الموديل هذا هو رائع كيجي في اللبسه ديالو. اللي بغى يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. ها انتما خوتي ها الخويتمات هذا دار 2000 درهم ليا 40000 ريال. ها هو 40000 ريال هذا الموديل هذا اللي هو 2000 درهم 200 اورو. كاين هذا داير 2200 درهم ليا 44000 ريال. 2200 درهم ليا 44000 ريال رائع كيجي في اللبسه. 2200 درهم 220 اورو. كاين هادو دايرين ب 1400 درهم بحالو بحال هاد الثمن ديالهم. هادو راه نفس الثمن فيهم 2400 درهم. لاله حياه الله يبارك فيك ديال الفيس الحلقه الفيس لا ما بقاوش عندي. هادو 1400 درهم هي 28000 ريال 1028000 ريال. اللي بغى الكغاماج اختي انتصار دخلي عندي الخاص ونعطيك الكغاماج ديك الساعه الا بغيت الحلقات ما تنساوش كوني هانيه لاله. كاين عندنا هذا الموديل ديال لانفيني اللي الثمن ديالها 1400 درهم. هذه الثمن ديالها اللي 1400 درهم 48000 ريال 1400 درهم اللي هي 28000 ريال سمحوا لي 28000 ريال. هذا الموديل هذا 1400 درهم هي 28000 ريال. هذه الثمن ديالها 28000 ريال البنات لانفيني فيها سلسله صحيحه. ها هي كيفاش كتبان لكم شي حاجه صحيحه. هذه الثمن ديالها اللي هي 28000 ريال 1400 درهم. اللي بغاها مرحبا به. سلسله في حدود 4050 الى لمونة كاينه عندنا. هذه الثمن ديالها اللي هو 1400 1800 درهم 36000 ريال.
36000 ريال 1800 درهم رائعه كتجي في اللبسه ديالها ديما منور خويا واسيم الله يسخر الله يحفظك السي زكريا الله يكبر بك شكرا لك بزاف. هذا الثمن ديالهم اللي هو 1800 درهم 36000 ريال 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. اللي عجباتو يدير لا كابتور ديكرون يتواصل معنا في الخاص ومرحبا و1000 مرحبا به. لالا ميساء راني عاودت الخويتمات اللي دوزت دابا كاملين هادو 1800 درهم ليا 36000 ريال اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معايا في الخاص ومرحبا به 1800 درهم مرحبا و1000 مرحبا بكم كاملين رائعه كتجي في العنق. وعندنا هذه ديال البنانة عاوتاني شي حاجه زوينه ها هي كيفاش كتبان لكم. هذه الثمن ديالها اللي هو 1800 درهم 36000 ريال هذا 1800 درهم. للنرجس لا ما عندي شخصي دابا هذا عندنا ولكن كاين شويه الثمن ديالهم قاصح. بارطاجي لخوتي السالات الدري الله يحفظك السي زكريا شكرا لك بزاف. هذا الثمن ديالهم اللي هو 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو اللي عجبها يدير لها سكرين ومرحبا. عندنا هذا الموديل ديال الخميسه عاوتاني ها هو ديال الخميسه انا وري لكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 58000 ريال. سي حمزه راني داير لايف دابا مكليش نجاوبك. هذا الثمن ديالهم اللي هو 58000 ريال اختي هند كاينين دخلي عندي الخاص ونصيفطهم لك ما عرفتش فينا وما عرفتهم غير واحد كيكون فيهم مثلا بحال هذا الموديل هاك هانت بحال هذا داير 1800 درهم. هادشي ما كيفاش كتبان لكم. هذا الثمن ديالهم اللي هي 58000 ريال 2900 درهم كترسلوا على برا غير داخل المغرب لا 2900 درهم هي 290 اورو 58000 ريال. هذا 58000 ريال هذا الموديل هذا اللي بغى يتواصل معنا في الخاص ومرحبا 58000 ريال اللي بغاها مرحبا به. عندنا هذا الموديل بحال هكا دايره 3300 درهم غافينيتي 3300 درهم لا لا لطيفه اي كرسلوا لاي مدينه كنتي في المغرب 330 اورو 3300 درهم اللي هي 66000 ريال على هذا الشكل هكا كتبان. خواتم د البنات دوزنا فيهم بزاف تقريبا. هادو الثمن ديالهم اللي هي 3300 درهم 3300 درهم اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا هي كيفاش كتبان لكم رائعه في اللبسه. اللي بغا يتواصل معنا في الخاص وما كاين حتى مشكل مرحبا بكم كاملين. عندنا البنات دابا اونصومبل بحال هكا على هاد الطريقه بحال هاد الشكل هكا نشوف هاد العجب هذا شحال كتبين فيه 200 ها هو واحد الاونصومبل غزال انا نوري لكم بحويلقاتو اللي بغى غير الخاتم وهذا والبغاسلي ما كاين حتى مشكل ها هو سمحوا لي يلا بارطاجيو بارطاجيو اللي بغى يربح معنا في اللايف يربح هذا الكادو يبارطاجي لنا في لي لايف ديالو ومرحبا و1000 مرحبا بكم كاملين. اختي وفاء بالعكس راني ناقص في الثمن باش كلشي يشري وهادشي راه هادشي راه الناس اللي كيقولوها ماشي انا. الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله عندنا هاد لونسومبل علاش مكتقراش ليا اختي سعاد الله ما قريت اختي ورينا اونسومبل انا كندوز لك انا كندوز كنوعو لكم شويه في لي زونسومبل. كاين عندنا هاد لونسومبل الخطير اللي واعر ها هو كيفاش كيبان لكم نتمنى يكون واضح مزيان ها الحويلقات ها الخاتم كلشي باين فيه ما عرفتش العجب متكي بواحد هاد التليفون ها هو ها البغاسلي ديالو نبدا تخربط علينا من لهنايا راه هما اللي البراسلي انا نوريكم الحويليقات فيهم كي دايرين حويليقات شي حاجه اللي صحيحه ها هما وهالبراسلي ديالهم هادو الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم هذا 7000 درهم اللي هي 700 اورو كازا كيبيعو بالجمله لالا كريم لالا كريم هادو الثمن ديالهم اللي هي 7000 درهم اللي هي 700 اورو ما فهمتش انا شي الناس ما عرفلاش كيدخلوا لهاد اللايفات ديال الدب لا علاقه. هذا الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم اللي هي 700 اورو 140000 ريال هذا الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم اللي هي 140000 ريال هانتوما كيفاش كيبان لكم هذا خلاص راه بلاشين والبوندونتيف والحوارق والخاتم ديالهم والبغاسلي.
هذوك ثلاثه بهم شي حاجه اللي صحيحه بعدا. هذا الثمن ديال اللي هو 7000 درهم اللي هي 700 اورو، اللي عجبتي دير السكرين وتواصل معنا في الخاص. هادو الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم، ها نتوما لقيت البغاسلي ديالهم اللي بغاهم مرحبا به. هادو الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم اونصومبل كامل. هادو 7000 درهم اللي هي 700 اورو، اللي عجبتي دير غير السكرين وتواصل معايا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69، ومرحبا بكم. الله يربي اللي بغى غير البغاسلي والخاتم ما كاين حتى مشكل، يتواصل معايا في الخاص ومرحبا به. هذا الثمن ديالو اللي هو 7000 درهم اللي هي 140000 ريال. اللي عجبته اي حاجه مرحبا به. براسلي مع الخاتم، مع الخاتم ياك اختي، براسلي مع الخاتم. واخا انا نعطيك ليكزاكت ديالو سمحي لي. براسلي مع الخاتم اختي غيطيح لك، غيطيح رخيص شويه ما يطيحش غالي، غيطيح لك ب 4000 درهم هو والخاتم ديالو. وما كاين لا تدخل كاع. هانتوما الثمن ديالهم هادو اللي داير 4000 درهم اللي هي 80000 ريال. هانتوما هادو بجوجهم دايرين 4000 درهم اللي هي 80000 ريال. اللي عجباتو يدير لايك سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. عندنا موديلات وحدة اخرين، عندنا شي حاجه واعره واعره، المهم انا نوريها لكم اللي بغى المليح مرحبا. سمحوا لي نحيدو شي باش ندوز لكم بزايد شويه. هانتوما عندنا هاد لونسومبل هذا اللي زوين، هانتوما راكم عارفين الذواقه. ورينا خواتم 900 درهم. واخا اختي، واخا لاله فاطمه الله يحفظك مرحبا بك، انا ندوزهم لك. هانت كاين هاد البغاسلي مع هاد الخاتم ديالهم، الحويلقات ها هما. نتمنى يعجبكم هاد لونسومبل هذا اللي نقترحو عليكم اليوم، رائع كيجي في اللبسه. يلا بارطاجيو لنا. لاله فاطمه بالنسبه ل اللي غادكو محمد، وعليكم السلام مرحبا. خاص راتكو كيبداو تقريبا من 340 اختي حتى 350 درهم، هادشي اللي كنديروا لهم، هادشي اللي تدوري دابا غادي يكون في الصيف. لا لا نور الشمس، الا ما كتسرى الحاجه دائما كنبغيو نطلبوا نجيبوا الجديد وصافي. ها نتوما هاد اللي بغاسلي، هذا عندك هاد البغاسلي والخاتم ديالو، ها هو الخاتم ديالو ليكم. كيحوي القاد ديالهم، كاين هاد البغاسلي الغزال غزال، هانتوما كيفاش كيبانو ليكم. هذا غزال البغاسلي ها هو كيفاش كيبان لكم على هاد الشكل. وكاين هاد لاشين ديالهم البوندونتيف، هذا كامل داير 14000 درهم، هذا كامل داير 14000 درهم اللي هي 1,080,000 ريال. ولكن الصح والعمل البغاسلي على هاد الشكل كيفاش كيبان لكم، من كتهز الحاجة كيبان لكم الثقل ديالها. هذا كامل داير ب 14000 درهم اللي هي 1,080,000 ريال. انا نبين لكم حاجه بحاجه، 1,080,000 ريال هذا الموديل هذا اللي هي 1,400 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69، ومرحبا والف مرحبا بكم. ها الخاتم ديالكم، الخاتم ديالكم كيفاش داير؟ السلام عليكم خويا، انا باغا شي خاتم تاع الزواج. خويا حسن مرحبا بك، مرحبا والف مرحبا، انا دوزتهم قبيله انا نقد نعاودهم دابا. ها هو الخاتم ديال هذا البغاسلي هذا وهذا لونسومبل، ها هو كيفاش كيبان لكم الحويلقات، ها هما كيفاش كيبان لكم شي حاجه اللي صحيحه، فينيسيون واعره. ها نتوما كيفاش كيبان لكم هادشي زوين بزاف. الله يهلا يخطيك السي محمد الله يحفظك. هذا الثمن ديالهم اللي هو 14000 درهم اونصومبل كامل، ب 14000 درهم. بغاسلي بوحدو اختي داير، البغاسلي بوحدو انا نعطيك الثمن ديالو، البغاسلي بوحدو داير ب 160000 ريال، 160000 ريال البغاسلي بوحدو 8000 درهم. هو غير بغاسلي بوحدو ب 8000 درهم، كامل داير ب 14000 درهم، 1,080,000 ريال. المليح اللي بغى يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69، ومرحبا والف مرحبا بكم. انا كنعطيكم كل حاجه والثمن ديالها باش هكذا تبقاو عاقلين على الاثمنه معايا، ومرحبا والف مرحبا بكم. الناس اللي باغيين خويت مد المارياج، راني قلت لكم دوزناهم بروموسيون اليوم ان شاء الله، يعني الاثمنه اللي دوزت اليوم كانت حصريه عليكم نتومايا والمتابعين ديال مجوهره السلام ومرحبا. هذا الثمن ديالهم هما، سمحوا لي لي غورميت تاع سي وسيم ام مهدي واش غورميت ديال اليد. شكرا اخي سيمو الله يكمل عليك، الله يحفظك اخي حسن. انت اخي حسن هادو عندنا شويه الثمن ديالهم على حسب الغلط ديالهم. كاين هذا ب 2700 درهم، ها هو 54000 ريال، ها هو كيفاش كيبان لك. كاين هذا نفس الثمن تاعو 2700 درهم فيه ديال الاكس، وكاين هذا لونسومبل هذا الخاتم هذا 2500 درهم 250 اورو.
هذا نفس الثمن 2500 درهم، هذا نفس الثمن تا هما 2500 درهم. 2500 كاين هذا الموديل هذا بوحدو اللي ب 3000 درهم 60000 ريال، وعندنا هذا الموديل هذا ب 2100 درهم 42000 ريال. نتمنى الى عجبتك شي حاجه دخل عندي اخويا الواتساب على رقم الهاتف، هو امبانغ اللي عندك في لاباج هنايا 06 52 15 78 69، ومرحبا بك. وخلاص راه عندنا خويا اسمه ديال 1400 درهم 1500 1200، المهم علاش ما قلبتي كتلقى عندنا. مرحبا و1000 مرحبا بك. اللي بغى صلي لي عندنا دابا اليوم عاوتاني بروموسيون فيهم، عندنا هذا الموديل هذا اللي كتشوفوه لالا ميرور دوزتهم قبيلات، هذا الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، هذا الثمن ديالهم 9000 درهم اللي هي 180000 ريال، رائعين كيجيو في اللبسه، ها نتوما مضوبلي من الداخل يعني شي حاجه غزاله. البنات الصغيرة واخا اختي انا ندوز لكم طاقم ديال البنات الصغارين، هذا الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، مضوبلي من الداخل على هذا الشكل هكا كيف كيبان لكم عن بعد. اللي بغى واحد كنبيعوا له ب 3000 درهم، غير واحد ب 3000 درهم، جوج ب 6000 درهم، ثلاثه ب 9000 درهم. اللي بغيتوها مرحبا و1000 مرحبا بكم. هادو 9000، هادو الثمن ديالهم اللي هو 10000 درهم، هادو 10000 درهم اللي هي بمليون، هادو 10000 درهم هذا الموديل هذا اللي هي بمليون 1000 اورو تقريبا، رائعين كيجيو حتى هما في اللبسه ديالهم. انا يلا دخلت. بالنسبه للناس اللي اول مره غيتابعونا، خلاص راه معكم وسيم من مجوهره السلام، اختصاص ديالنا وهو بيع الذهب 18 كاره، وكندير له ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب، حتى كتوصلك الكوموند ديالك عاد كتخلصها. ومرحبا و1000 مرحبا بكم. باش دير الكوموند ما عليك غير دير سكرين الحاجه كابتور ديكرون وتواصل معايا في الخاص على البريفي ولا في الميسنجر، وكتصيفط لنا المعلومات ديالك السميه والكنيه ولادريس والنيميرو التليفون ديالك، وخلاص حنا كنتكلفو كنصيفطو لك داك الساعات اللي بغيتي. مرحبا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 10000 درهم بمليون، اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا بها. هذه دايره ب 10000 درهم اللي هي بمليون، رائعه كتجي في اللبسه. واللي بغى هادو جوج دايرين ب 4000 درهم ب 6000 درهم، سمحوا لي هادو بجوج بهم دايرين 6000 درهم اللي هي 120000 ريال. لالا خلفي سعاد قلت لك دخل عندي الخاص كبيره باش نوريك السلسله اللي غديري وشوف الا بغيتيها. مرحبا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 6000 درهم اللي هي 600 اورو 120000 ريال، هذا الثمن ديالهم اللي هو 120000 ريال 6000 درهم. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معايا على رقم الهاتف 06 52 15 178 69. ومرحبا. هذا الثمن ديالهم اللي هي 120000 ريال. عندنا خلاص لي بروموسيون بحال هكا، هذا داير الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم، هذا البغاسلي هذا، هذا 5500 درهم اللي بغاه. هذا الموديل هذا اللي فيه ما فيه لا حجر لا والو، راه بروموسيون كان ب 7000 درهم، دابا غير 5500 درهم، هذا 5500 درهم غورميت ديال العنق. لالا عزيزه عندي وحده ديال 3000 وحده ديال 4000 درهم، انا نوريهم. مرحبا، ما كاين حتى مشكل، حنا غير طلبونا وامروا حنا علينا غير نفذوا لكم. هادو الثمن ديالها اللي هي 134000 ريال، ها هي اختي 134000 ريال، وعندي وحده ديال 3000 درهم باقيه ليا، ها هي اللي بغاهم. مرحبا بها، هي 3000 وهي ديال 4000 او ديال 7000 و شحال كيقولوا لها 134 هي 6700 درهم، سمحوا لي هادي 6700 درهم، وهادي ديال 3000 درهم، هادي 3000 درهم اللي هي 3000 درهم، وهادي دايره 6700 درهم. اللي بغا يتواصل معايا في الخاص ومرحبا، هادو راه عندي منهم اللي بغاهم، مرحبا به. خلاص هاد البغاس اللي راه داير 5500 درهم، حنا كنتواجدو في مدينه مكناس برج مولاي عمر، وكنديروا لا ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب، يعني اي مدينه كنصيفطو الكوموند ديالك. هذا 5500 درهم اللي هي 550 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين يتواصل معايا في الخاص. ها هو رائع كيجي في اللبسه ديالو، ما تفلتوش هاد الميزات ديال اليوم. وكاين عندنا هذا اللي داير 10000 درهم، هذا الموديل هذا 10000 درهم اللي هي بمليون 1000 اورو تقريبا، هذا ب 10000 درهم اللي هي بمليون، اللي عجبو يدير له راه مضوبل من الداخل خلاص. هذا 10000 درهم اللي هي 1000 اورو تقريبا، 1000 اورو تقريبا، 10000 درهم اللي هي 1000 اورو، هذا داير بمليون. هو شي حاجه ديال الاصاله راه داك الكبير شحال فيها من غرام، فيها شي 19.1 واقيلا ولا 19.5 19.3 الله اعلم فيها. هذا الثمن ديالهم، اللي عجبات شي حاجه يتواصل معايا غير في البريفيو ما كاين حتى مشكل، باش ما بغيتو المهم غير كنت ثمن ريزونابل. هذا الثمن ديالهم اللي هو 10000 درهم ليا بمليون، اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. 10000 درهم هذا الموديل هذا، كيف كيبان لكم من الداخل ديالهم مضوبل على هذا الشكل وغزال كيبان في اللبسه، هذا 10000 درهم.
بالنسبه لهذا الموديل هذا هو كيف كيبان لكم، داير 5500 درهم ليا 110000 ريال، فيه الاحمر من الداخل. هذا 5500 درهم ليا 110000 ريال. بالنسبه للناس اللي بغاو الخشم ديالو ها هو تقريبا كيفاش كيجي، يعني على هذا الشكل هكا، بغيتو الخضر هكا ولا بغيتو هذا البولا في الخضر ما كاين حتى مشكل. هذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو. هذا 550 اورو ليا 110000 ريال 5500 درهم، كيجي زوين على هذا الشكل ملكي. 5500 درهم اللي عجبو يدير له غير سكرين ومرحبا به. كاين عندنا هذا الموديل هذا اللي داير 4500 درهم، هذا 4500 درهم هذا الشكل هذا كيف كيبان لكم، رائع حتى هو كيجي من ناحيه الصح صحيح. 4500 درهم هانتوما رائع، كيجي في اللبسه ديالو. جاوبني الله يخليك على التحليقه غافينيتي مع السلسله شحال الثمن، ما عنديش اختي التعليقه غافينيتي، عندي كولي كبير. هادو الثمن ديالهم اللي هو جد مناسب، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الخاص، ومرحبا والف مرحبا بكم. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو داير 9000 درهم للعدل ايمان، الله يحفظك وبصحتك انت فطورك، الله يحفظك اختي، شكرا لك بزاف. هادو الثمن ديالهم اليوم هو 9000 درهم، هادو بروموسيون يعني غيتسالاو، هذا الشيء اللي عندي هنايا غيتغير الثمن. سامو في صور لي هادو مزيان، هادو دايرين 9000 درهم هي 900 اورو، راهم دوبلي من الداخل. انا كنقول لكم ما تفلتوش هاد الميزات، وريني شوفوا نتوما عاوتاني. هادو 9000 درهم. السلام عليكم، رينا السلسله في دابا تسنيناك ما صيفطتيش لي التصويره. اين لا ماريا، اين التصويره اللي قلتي ليا؟ هذا الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال سي دولوغ اخويا. لا ايها اختي، دار 18 كارا 9000 درهم 900 اورو، اللي عجبهم يدير لهم سكرين يتواصل معايا في الخاص، ومرحبا راهم دوبلي من الداخل خلاص. 9000 درهم مير دو امير، واخا اختي نوريكم الحلقات ما كاين حتى مشكل. عندنا هادو ديال الاناناسا هما، هادو دايرين الثمن ديالهم ولكن التقالين ديالهم دايرين 8500 درهم. هادو بثلاثه دايرين 8500 درهم هي 850 اورو بالحق الدقيق اللي ديالهم، 8500 درهم اللي هي 850 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معايا في الخاص. هادي 8500 درهم اللي هي 850 اورو، اللي عجباتو يدير لها غير كابتور ديكرون، ومرحبا الف مرحبا به. 8500 درهم هي 850 اورو، اللي عجباتو شي حاجه يدير لها غير سكرين ومرحبا. شحال الغرام؟ 305 درهم كتشري سبيكا فيها كيلو. هادي الثمن ديالهم اللي هو 850 اورو، 8500 درهم اللي عجباتو يدير لها سكرين. قولي لا ماري كاع الا كانت حدايا نوريها لك دابا ما كاين حتى مشكل. هادي 8500 درهم اللي عجباتو يدير الاناناسا يدير لها سكرين يتواصل معنا في الخاص. عندك ديال كارتي ما بقاوليش اختي. المهم اللي بغى اي حاجه يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هانتوما عندنا هذا الموديل هذا اللي داير 9000 درهم غزال، حتى هو بروموسيون فيه. هذا 9000 درهم ليا 180000 ريال. الزواقه كيفاش باينه ليكم؟ اختي زنوبه 305 درهم بالحق، خصك تشري كيلو يعني 30 مليون الا بغيتي يحسبوها ب 305 درهم. هذه الثمن ديالهم اللي هي 180000 ريال، ويحسبوها لك غير براك هذيك الساعه تشوفي اللي خدمه. هذا الثمن ديالهم اللي هو مليون قل 1000 درهم اللي هي 180000 ريال. هذا ب 180000 ريال اللي هي 9000 درهم، 9000 درهم اللي هي 900 اورو 180000 ريال. هما الشكل كيفاش كيبان لكم؟ لالا امال وعليكم السلام مرحبا والف مرحبا بك. السلسله اللي اختارت الاخت ديالي غادي تصيفط لينا، واش هذيك ديال الطروات دي هذه؟ هانتي راني دوزت قبيلات وحدين ب 1400 درهم، الا بغيتيها مرحبا. هانتي اختي ها هي، هادي هي شي قبيلات، هادي اللي وريتك في اللايف في التصويره، نريقلها لك مزيان، عرفك السلسله ديالها فوالا. هانتي اختي ماريا هي، شوفي الا عجباتك ها هي، ولا ندير لك فيديو بلاتي شويه. المهم انا كندوز ليكم هادشي. هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، اللي عجباتو يدير لها غير سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69، ومرحبا بكم. عندنا على شباق اللبتوت القهوه، كاين هذا الموديل هذا اللي ب 8000 درهم، هذا راه بروموسيون حتى هو. هذا 8000 درهم هي 800 اورو، اللي عجباتو يدير لها غير سكرين يتواصل معنا في الخاص. هذا 8000 درهم هي 800 اورو، اللي عجباتو يدير لها غير سكرين يتواصل معنا في الخاص، ومرحبا به. اختي بنت البلاد ما عرفتش شنو كتبتي، شنو كتبتي كتبتينا. سلام يا بنات يا بنات على الامال مرحبا. هذا الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم اللي هي 160000 ريال. حنا خلاص راه في مدينه مكناس برج مولاي عمر، وكنديروا لا ليفغيزون اي مدينه كنتي في المغرب، يعني حتى كتوصلك الكوموند ديالك عاد كتخلصها. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم،
الناس راني دوزتهم اختي 9000 درهم لي 3 لا لا حياه وي لي 3 دايرين 9000 درهم راه اون بروموسيون صافي يعني غيتسالاو ليا راه الثمن غيتغير يعني كان ب 10500 درهم ولا 11000 درهم غيبقاو في الثمن الاولاني لا لا سهام لا بدي كبيره باش ديت الجرام ب 500 درهم لا لا قلت لك انا اللي كنتي غتشري كيلو غيحسبوا لك 305 درهم كيكون على عباره على واحد بحالاش بحال هكا كيكون هكا مستطيل يعني كتشري غير بلاك هكا كتدفعيها للصنايعي يعني كتعطي اما 50 درهم للغرام ولا هذا المهم كطيح عليك داك الساعات ب 7200 ولا خصك تشري بزاف عاد خصك تشري تقريبا فوق 30 مليون عاد يحسبوها لك ومرحبا المهم باش نوضح لكم هذه الفكره ملي كتسولي على شحال الغرام يعني هذا راه بوحدو كنحسبوا له ثمن بالغرام وهذا بوحدو كنحسبوا له بثمن الغرام وهذا بوحدو بثمنه في الغرام وهذا بوحدو في ثمنه في الغرام وهذا بوحدو في ثمنه في الغرام يعني المصنعيه ديال كل حاجه كتكون بثمن يعني قد يكون هذا 10 دراهم الاخر يكون 50 درهم واش هذا اللي غيسيرتي هذا الحجر غيسيرتيه فابور راه غيسيرتيه بثمن المهم كنوضح لكم مثلا غافينيتي عاوتاني واش غتقول وهاداك النهاريات واحد السيد شنو جبت له هذا شنو شاد دار ليا بعدا عبرت له موديل غافينيتي فيه 30 غرام هذا ديال لونسومبل ديال هذا حطيته قلت له واقيلا فيه شي 28 غرام المهم انا حسبت له هذاك 28 غرام غافينيتي راه معروف الثمن ديالها وحسبتها له بشي 12000 درهم و500 درهم هذا هو كسب داك 24 واقيلا ولا 26 ضربها في 300 درهم جات شي 7800 درهم ايوا وبقى عليها قال لي ولا ماشي هذا بيع الذهب وماشي هذا والناس اللي ما كيعرفوش في الذهب علاش كتبقى تسول صاحبي الذهب علاش كتمشي عند الذهبي وكتعيا ما تشرح له انا بقيت كنفهمه ولكن اللي عقلو مفشكال ما خاص بقى تفهمو حتى 3 ايام واش عباد الله هادي غيدير اي ضربه لنا دابا في 6000 ريال ما فهمتش انايا زعما هاد الذهب كي داير انايا سي كومبيان لو باك افيك بليزيور سي دو بلو واخا اختي في تيتوان 300 درهم هانتي ها نتوما الناس كيقولوا 300 درهم الغرام المهم واخا غنشرح ما عندي لاش نشرح انايا كل واحد راه كيعرف هادو 9000 درهم هادو البنات دايرين لي هي 900 اورو عافاك تقدر توريني هذيك النباله مشبكه اللي محطوطه ها انت اختي هي دايره 5500 درهم اللي هي 550 اورو هادي الثمن ديالها اللي هي 550 اورو اللي هي 5500 درهم اللي عجبها يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا به هادو اثمنه جد مناسبه في متناول الجميع اللي بغى شي حاجه ما عرفتش اختي بنت البلاد ما عرفتش شنو هي هادي اللي غنوريك بليز قلتي لي وريني قلت لك هي ما عرفتش شنو غنوريك هذا الثمن عافاك رجع لينا سنس العافاك واخا اختي ميره مرحبا انا نحطهم لكم كاع هنايا هذا الثمن ديالهم هذا 8000 درهم 800 اورو اختي بوصرة انا ما كنبيعش الغرام ما نكذبش عليك ما عاد راه تقول لي كنبيع على الغرام انا هادشي كامل كنبيعو الموديل كل حاجه وزوقتها دابا انت غنجي نقول لك اختي هذا غنحسبو ب 350 درهم شنو غتقولي لي انا ما غتقبليهاش انت اصلا واخا راه كيتباع لك بكثر من داك الثمن وهذاك ولكن ما غتقبليهاش حقاش الاستيعابه ديال بنادم في العقل ديالو ما يمكنش يستيعب بحال هكا هاد الهضره هكا يعني الا قلتي له مي كيزيدو الثمن ديال الخدمه الله يرضي عليك لاله غزلان الله يحفظك 300 درهم حتى حنا هكا الشيء اللي كنقولوا ولكن كاين اللي ما كيفهم هاد القضيه هادي ما كتدخلوش هو للراس كاين نوض كيدير لك كيجبد لك هكا مثلا عندك 50 غرام مثلا ما نقولوا حنا 20 غرام شي اونسومبل هو غيكون ديال غافينيتي داك لونسومبل كيدير له هذيك اللعبه ديال الطرن كيضربو في 300 درهم وانت قايل له مليون ونص ولا قايل له شحال هذا ما كاينش الحساب مازال تسول قول بشحال هادو كيتباعوا ماشي تقول لي بشحال هذا داير الغرام ونوض تحسب لي ضرب لي في 300 درهم انا كنبيعو الحديد ورينا دي موديل دوغا في الصبر معنا سوا لا ماشي على الامل انا كنبغي نفهم الناس كنوضح ليهم زعما شنو هي الفكره ديال القضيه هادي باش يمشي عند هايبي من بلا ما يحتاج راه شحال بواحد راه يتعصب والله حتى يتعصب هكا راه يعني هو راه ذهبي كيدخلوا عنده بزاف ديال الناس بانهم غايقول له وحقا قال لي فلان 300 درهم يعني ملي غتسولك انت شحال غرام ولا كنت كتعرف شويه تحسب غتقول له 16 غرام غتضرب في 300 درهم ما غتضربش 350 واش انا كنبغيو نفهموا الناس بان هذا 305 درهم كيكون مازال بلاكه ما عرفتش شي واحد اللعيبه هكا كوريتها لكم كيكون مهم بحال واحد كيكون هكا مربع عالي معمرو شاف انا كنشري ب 400 درهم مزيان 400 درهم ولكن على حسب كاين شي حوايج حتى هادو قد يتباعوا ب 400 درهم شي هادو يقدروا يتباعوا لك اختي ب 400 درهم الا كان الخدمه زوينه وشي حاجه اللي فينيسيون مزيانه غايبيعوها لك ب 400 درهم كتشري المليح بحال هكا نفس الشيء عاوتاني هادو راه تقدر تشريهم حتى ل 500 درهم بزاف ديال الحوايج اللي كيتباعوش للغرام عندك الراتكو وهذا معروف الثمن ديال 340 حتى ل 360 درهم كاين اللي كيحسبهم هذاك الثمن جد مناسب يعني هذاك هو الثمن ديال السوق ديالهم شحال الثمن ديال خويا وريني شي اونصوب اللي محطوط تما هذا اختي هذا الثمن ديالو مليون و 80000 ريال دابا هذا غنحطو في الميزان غندير له هكا غيدير لي شي واحد 310 درهم
باش ما كنبغيش نقولوا لي غراماج ديال الحاجه. حقاش تلقى بزاف ديال الناس ما فاهمينش هادشي، واخا كتفهم شحال مره ما يعني في صعيب باش تفهم بنادم شي حاجه بحال هكا. هذا الثمن ديال مال بنات اللي هي 1400 درهم 28000 ريال. ها هو اختي، ها هو انتما غنحطو لكم السناسل، انا نحاول نحطهم لكم كاملين، واللي بغى شي حاجه يدير لا كابتور دي كونت. الثمن ديك الساعات ما كاين حتى مشكل نتفاهموا عليه، ولا لا عرقلتوا على الثمن راه ما عقلتش عليه، بقاش راني داير بروموسيون فيهم كندوز الحساب في البلاص. قصر بن عمر المعارف ب 400 درهم، لا لا بوشرى حتى هو 400 درهم راه هو داك الثمن دابا، وراه الا بغيتي 300 تيكون مازال بيرمي، ملي تتكون في الخدمه الزواقه كتزيد على حسب. الله يحفظك السي دريوش علي، هادشي اللي كاين نتوما كتشريو بالغرام، واخا فيه الزواق واخا كيكون فيه الحجر اخويا كنشريوه كنشريوه بحجره. وشحال من مره كتقول لك المراه ما فيش حجر، ودابا هاد السيرتيزور اللي كيسيرتي لنا الحجر كيف باش غنخلصوه؟ واش هذاك راه عنده ديبلوم حتى هو، وراه هادشي راه ما كيفاش تجي تشوف. علاش ملي كنشريو ما كنشريوش الغرام، وملي كيجي الذهبي يشري كيشري الغرام في المنطق، المنطق فين كاين اختي؟ انت ملي كتبيعي له كتبيعي له بياسه مدرحه، كتبيعها له خاتم كتجيبيه له كامل مخبوش، وكتجيبيه له مهرس. انا ما عنديش شي خاتم قديم كوريته لك اختي، يعني كيجي كامل مهرس. هذا هو كيشري من عندك الذهب، فهمتي؟ كيشري من عندك شي حاجه اللي غيحطها هو غيدفعها يدوبها، ما غيشريهاش من عندك باش يحطها في الفيترينه، فهمتي؟ مازال كتجيبي له شي حاجه مازال قرطعه مع لبسيها جوج المرات، كتمشي عنده كيزعم معاك في الثمن. ما نكذبوش على الله، هذه كاملين كنديروها كنزعموا على الثمن. حقاش كاينه كليانه اللي كتقول لها اختي هذه راه مستعمله وهذا غتعطيني معاشي فيها، كديرها مع هذه القضيه هذه. المهم انا كنوريكم زعما كنفهم لكم شي سلابل ديال الوالده. اختي ساره مرحبا و الف مرحبا بك. الخوت انا هادو راه ما بقيتش عاقل عليهم بالاثمنه بالضبط بشحال. هذه وقيلا كانت دايره ب 1700 درهم ولا 1800 درهم، هذه 2000 درهم، 3300 درهم، هذه الثمن ديالها اللي 3000 درهم، وهذه الثمن ديالها اللي هو 58000 ريال 2900 درهم، وكاين هذه دايره ب 1900 درهم اللي هي 58000 ريال 1900 درهم اللي هي 38000 ريال، وهذه الثمن ديالها اللي 1400 درهم 28000 ريال. اخوتي اللي بغى شي حاجه انا غندوز لكم بلاتي ونحط لكم التصاور في لاباج. السلام عليكم، الله يخليك، بغيت تشوف شحال الغرام خويا. مصباح انا كنشرح هاد القضيه، طلع سنس ما بين ليا والو. وانت اختي انت مسمحوا لي، المهم انا نحطهم لك في لاباج دابا، دخلي عندي غير لاباج ومرحبا. ونسمبل سامبل موديل، المهم راني ندوز لكم الموديلات بزاف وقبلوا علينا. انا شرحت لكم دابا شنو كاين، انا ما تمشيو عند الذهبي ما بقاش تهاد. قول له اخويا شحال كتحسب لي، غتحسب لي الغرام هذه وصافي. ولا قال لك 350 راه هو هذاك الثمن، قال لك 300 و 400 درهم راه هو هذاك. ايوا على حسب الكاليتي ديال الحاجه انت وعينك داك الساعه. المهم باش تضربي له في 330 درهم ولا تضربي له في 310 درهم ولا هذا، ما ديرهاش القضيه حقاش طيح في شي واحد. الا كان شي واحد طالع له الدم، ما عندوش كاع حتى مع البيع والشراء، ماشي ما عندوش مع يعني طالع له الدم في هادشي ديال هذا، عاد تبقى المره كل مره تبقى بحال اللي كتحرجو، غيحرجك حتى هو. لا كاختي ايمان كيجوني شي حويجات ما شاء الله عليهم، كيجوني البراسلي كيجي متقوب من لهنا كامل بحال اللي كانت حلفه لا تعطيه الذهبي صالح. كتجيب لك شنو كتجيب لك؟ كتجيب لك السنسله قطعه 6 قطيعات، وشنو هذا؟ وتذوبها، شنو غدير بها؟ السلام خويا عافاك ورينا الكوميطات ديال العام، راني دوزتهم اختي هاهم، ديال 3000 درهم وديال 1000 وديال 6700 درهم. وسيم فين هاد البنات اللي فيها حجر حمراء؟ دوزتها راه داير فيها 5500 درهم، هاهي، هاهي، 5500 درهم، انت ديرها للسكران وصيفطها لك بلاتي في التصويره. خواتي ما راني دوزت لخويت ما سانتي اختي الكوغميطات شي سلسله بلديه للوالده. واش بغيتي اختي ساره طويله ياك ديال الحضور اللي عندي؟ ها انتما اختي دايره هذه وسيم في ادوسك، هذه الثمن ديالها اللي 134000 ريال، هذه 134000 ريال 6700 درهم 670 اورو. بنت البلاد راه مكبيت، وانا كنساين بانك باش تقولي لي شنو بغيتي، ما شفتش الميساج ديالك. 6700 درهم اللي هي 134000 ريال، وعندنا ديال 3000 درهم اللي هي 60000 ريال، ها هي دايره 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معايا في الخاص ومرحبا. شترات البلدين راه دوزناهم اختي. المهم اللي بغى شي حاجه يدخل عندي للخاص ومرحبا و الف مرحبا بكم. اللايف يعني حتى التليفون غيديشارجي ليا 1% اختي، وسمحوا لي بزاف وتهلاو في راسكم ومبروك عواشركم. وانا رايكم كنفهم لكم شحال الغرام وصافي، ما يطلعش فيكم الحال حقاش كنقول لكم الحقيقه وصافي. بغيت اونصومبل اللي بغى اي حاجه يدخل عندي دابا البريفي غنجاوبو، التليفون ديشارجي عندي بزاف. اللي بغى شي حاجه مرحبا و الف مرحبا بكم، على الراس والعين تحتاجوا اي حاجه اخوكم راه ترون هنايا صافي.
المهم عندي واحد نص ساعه يلا نجمع هادشي. ومرحبا الف مرحبا بكم وتهلاو في راسكم والله يعاونكم ومبروك عواشركم وبالصحه فطوركم ونشوفكم في اقرب وقت وفي اقرب بروموسيون ان شاء الله. مرحبا بكم.